السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام. نبدأ بأهم العناوين. في المدى، خبير اقتصادي دولي: عقود إيقاف حرق الغاز قد تحل أحد أكبر مشاكل العراق. في يقين نت: اتهامات يواجهها البرلمان العراقي بمحاولة الهيمنة على مفوضية حقوق الإنسان. وفي صحيفة الشرق الأوسط: 5 ملايين وفاة بكوفيد 19 عالميا وسط اجتياح دلتا. في موقع عربي 21: شكري عن علاقة مصر مع تركيا، هناك تقدم نأمل البناء عليه. في العربي الجديد: عمران خان: الحوار مع طالبان باكستان الحل الأخير. في صحيفة القدس العربي: العراق الصدر يلزم مرشحي كتلته بالتعهد بالطاعة له. وفي إيكونومست: هل يعود القذافيون لحكم ليبيا مرة أخرى؟ تتساءل الصحيفة. الانتخابات في العراق مداورة الوجوه في ظل الطائفية والفساد. نبدأ من موقع هيئة علماء المسلمين في العراق، حيث نشر تقريرا حول الانتخابات في العراق. أكثر من 18 عاما والعراق يرزح تحت حكم زمرة فاسدة من الأحزاب السياسية التي جاءت على دبابة المحتل وعملت من اليوم الأول على زرع الفتنة الطائفية وتكريس المحاصصة بين فئات الشعب العراقي، بل وسلطت ميليشياتها الإجرامية على رقاب العراقيين وجعلتها تتحكم بمقدرات بلدهم الذي يمتلك الكثير من الخيرات والثروات. في ظل هذا الواقع المزري، فالعراق مقبل في 10 من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم على إجراء انتخابات برلمانية لا يختلف حالها حسب المعطيات على الأرض عن سابقاتها من انتخابات جاءت بثمان حكومات متعاقبة تشكلت بإرادة الاحتلال الأمريكي والدعم الإيراني، وتناوبت على نهب مقدرات العراق وسرقة أمواله من خلال لعبة تغيير المناصب والإبقاء على نفس الوجوه، مع استمرار الفساد المالي والإداري متجذرا في جميع دوائر ووزارات تلك الحكومات المتعاقبة. والأدلة على ذلك كثيرة، آخرها ما قام به رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بمنح شخصيات سياسية وأخرى من أبناء بعض أساس المتنفذين مناصب هامة تعرف باسم الدرجات الخاصة، إذ حصل أكثر من 8 شخصيات على منصب مدير عام في مؤسسات أمنية ومدنية، ومنها وزارات الصحة والإعمار والإسكان والتخطيط، مع تعيين 6 مديرين جدد غالبيتهم من التيار الصدري، فضلاً عن نقل واستبدال مدراء من المحافظات إلى العاصمة بغداد. وهذه المناصب والتعيينات جاءت على أساس طائفي وحزبي وتوافق المصالح وغايات انتخابية أخرى. ويرى مهتمون بالشأن العراقي أن هذه التعيينات تعد حلقة من مسلسل الترضية السياسية التي يهدف الكاظمي من ورائها لإرضاء القوى الطائفية للفوز بولاية ثانية لرئاسة الوزراء، وعدها آخرون تحدياً لرغبة العراقيين برفض منهج المحاصصة الحزبية والطائفية واستغلالاً لموارد الدولة لتحقيق غايات انتخابية وسياسية. ومن جهة أخرى، فقد انطلقت بشكل محموم عمليات شراء ذمم وذمم وضعاف النفوس من شيوخ العشائر، واستغلال حاجة الناس والوضع الاقتصادي المزري للمواطن العراقي بشراء بطاقته الانتخابية بمبلغ بسيط من المال الحرام الذي سرقه المرشح من أموال العراقيين بالفساد واستغلال المنصب، فضلا عن صرف ملايين الدولارات على الدعايات الانتخابية وإقامة التجمعات والولائم لجمع الناس وخداعهم بالوعود والعهود الكاذبة. عن دور الإعلام الطائفي في تكريس الانقسام كتب حسين صالح السبعاوي في موقع مركز رسام للدراسات: ابتلي العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 بإعلام طائفي مقيت،
همه الوحيد إثارة النعرات الطائفية وأحياء المشاكل والحوادث التاريخية التي مضى عليها مئات وآلاف السنين لغرض تكريس الانقسام الطائفي بين المجتمع العراقي الواحد، خدمة للمشروع الأمريكي والإيراني الذي يريد استمرار الهيمنة على العراق وإشغال المجتمع في صراعات طائفية الرابح فيها هو آخر من يخسر. في الوقت الذي يجهل أو يتجاهل هذا النوع من الإعلام المبادئ والمواثيق الإعلامية والصحفية التي تنص على أن الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية وإنسانية وأخلاقية، ومن حق الشعوب امتلاك حرية التعبير دون المساس بحرية ومعتقدات الآخرين. احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الإعلامية والإعلانية والمحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الأخبار قبل نشرها أيضاً، الابتعاد عن الأساليب الملتوية والغير المشروعة في الحصول على الأخبار والمعلومات، بينما الإعلام الطائفي في العراق بعيد جداً عن هذه القيم والمواثيق الإعلامية وأصبح جزءاً من المشكلة بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل في نشر الأخبار الصادقة والعمل المهني والحفاظ على الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية بين أطياف المجتمع. وهذا يجري على الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، إضافة للقنوات التي تمتلكها الأحزاب أو الأشخاص المتنفذين والمسؤولين في الدولة، سيما أنه لا يمكن معرفة عدد القنوات الفضائية والقنوات الإعلامية على اليوتيوب والتليجرام وبقية المواقع الإلكترونية لكثرتها مع غياب الدور الرقابي عليها، سواء من الحكومة أو من شبكة الإعلام العراقية، فهي فوضى إعلامية مليئة بالطائفية والأكاذيب والفضائح والتسقيط السياسي وقلب الحقائق وجعل الباطل حقا مطلقا والحق باطلا والصادق كذوبا والكاذب صادقا، وتحارب العفة وتشجع على الرذيلة وتشيطن المكونات وتدس السم في العسل وتظهر الإمع الجبان أنه مقاوم جهبذ كما وتسيء للعراق وتاريخه وحضارته وتشتم الذي بنى بغداد وأسس حضارتها. كل هذا وأكثر تجده في الإعلام الطائفي. يقول الكاتب: لم يتعرض أي بلد في العالم من قبل أو من قبل قنواته الإعلامية القضائية الفضائية والأرضية والمقروءة والمسموعة كما يتعرض العراق اليوم من عملية تشويه ومسخ لتاريخه وحضارته وجميع مكوناته. في الشأن الرياضي، كتب عمار ساطع في صحيفة المدى مقالا جاء فيه: يحق لمدربي كرة القدم أن يصلوا إلى مبتغاهم في قيادة فريقهم إلى تحقيق الانتصارات وصولا إلى أفضل المراكز والمواقع، مثلما يحق للمدربين أن يظهروا إمكانياتهم وما يملكون من خبرات تراكمية. عليهم أن يفهموا أن أمكنتهم التدريبية قد تتبدل وربما تتغير، إذ إن الموقع التدريبي غير قابل للاستقرار حتى في حالة تواجدهم في تسلسل متقدم مع فرقهم وتسجيلهم. ولكن في العراق النجاحات كل شيء مختلف في الرياضة وفي تلك النجاحات. عندنا في العراق قد يترك المدرب عمله حتى وإن كان في قمة التدريب مع فريقه، وقد حصل ذلك الأمر لأكثر من مرة في دورينا على مدى المواسم العشرة الماضية، إذ إن سقف الطموحات قد يتعدى حدود الواقع ويزيد من المنطق أو عن المنطق بكثير. وعند المدربين فإن الحفاظ على العمل أفرض في الكثير من الأحيان عن الذي يمنحه لفريق حيث الارتقاء في المستوى وتمكينه بالشكل الذي يجعله أو يجعل فريقه من بين الأفضل على مدار الموسم. ولأن الاستقرار مفقود تماما عند إدارات أنديتنا، وهو ما ينسحب فيما بعد على الأجهزة الفنية ومن ثم اللاعبين وبالنتيجة إلى ما تحققه أو يحققه الفريق من خلاصة مشاركته في المنافسات، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور التفاوت الحاصل من فريق إلى فريق آخر من دون المرور بالأدوار الصحيحة والمنطقية التي يفترض بها أن تأخذ مجراها. وعليه فإن ما يحدث عندنا هو خارج الحسابات الواقعية. نعم، الاستقرار الذي أتحدث عنه يعتمد على حجم الإمكانية المالية التي يفترض أن تكون سنداً وعوناً له، إذ تمنحه مساحات من الفرص في جلب الأفضل واختزال المشاكل والإرهاصات التي قد تواجه الفريق وتقلص مما قد يعانيه على مدار الموسم الكروي. فإن أهداف المدربين واستراتيجية البناء الفعلي
تتلاشى أمام ما يحدث من تناقضات تفرض نفسها بقوة في كل حين لما يحدث من غياب للرؤية الصحيحة وضياع للنظام وعدم تحديد الأهداف مسبقاً. يقول الكاتب: أدعو كافة مدربي فرق دوري الكرة الممتاز في العراق إلى تغيير واقع عملهم بالبحث عن أساليب تطويرية للعب الهجومي وطرق اللعب الأنجح وصولا إلى تسجيل الأهداف، فالأهداف ملح المباريات وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح منتخباتنا الوطنية التي تعاني من الأمرين، بل تواجه مشكلة شحة الهدافين وقلة صناع الأهداف. على خلفية التصعيد بين إيران وأذربيجان، كتب علي إحسين باكير: يتصاعد التوتر مؤخرا بين كل من إيران وأذربيجان، لا سيما بعد أن قام الجانب الإيراني بحشد أرتال من القطع العسكرية الثقيلة شمال غرب البلاد على الحدود مع جمهورية أذربيجان، تمهيدا لإقامة مناورات عسكرية أطلق عليها اسم فاتحو خيبر. وقد بدأت هذه المناورات بالفعل يوم الجمعة مترافقة مع تصريحات نارية للمسؤولين الإيرانيين، كان من بينها تصريح قائد القوات البرية العميد كيومرث حيدري الذي نقل عنه قوله: لن نتساهل مع وجود عناصر من النظام الصهيوني وإرهابيين من داعش في المنطقة. من اللافت للنظر وجود العامل الإسرائيلي في المعادلة، وهو عامل تحرص طهران على أن يكون حاضراً في السجالات الإعلامية والتصريحات الرسمية لتبرير ما تقوم به من أفعال. بمعنى آخر، تستخدم إيران الورقة الإسرائيلية لتبرير أفعالها المهددة للأمن والمزعزعة على الاستقرار تماماً كما تفعل في العالم العربي. المثير للسخرية في هذا السياق أن إسرائيل ليست بحاجة إلى منصة لمهاجمة إيران، فهي تقوم بذلك فعلاً من الداخل الإيراني وعبر عناصر إيرانية. خلال السنوات القليلة الماضية نفذت إسرائيل العديد من العمليات بالغة الدقة والحساسية في العمق الإيراني وضد منشآت عسكرية واقتصادية مهمة، كما أنها اغتالت العديد من الشخصيات الإيرانية رفيعة المستوى آخرهم فخري زادة. اعتمدت إسرائيل في معظم هذه العمليات التي أظهرت هشاشة النظام الأمني الإيراني على عناصر محلية إيرانية، لذلك في من السخرية بمكان التذرع بأذربيجان لإجراء مناورات تهدف بحسب الزعم الإيراني لمنع تواجد إسرائيل على حدودها. فضلا عن ذلك فإن إيران موجودة الآن على حدود إسرائيل في لبنان وسوريا، فإذا كانت تل أبيب تهددها فبإمكان إيران الرد عليها بدلا من الرد على أذربيجان. الحقيقة أن موضوع إسرائيل لا يعدو كونه ذريعة كما جرت العادة. الجانب الإيراني ممتعض من عدة أمور بعضها له علاقة بصعود دور أذربيجان الإقليمي وهزيمة أرمينيا. لفترة طويلة، يضيف الكاتب، نجحت إيران في تعطيل مد النفوذ السياسي والاقتصادي لأنقرة في آسيا الوسطى بوصفها الممر الرئيس والأقصر للصادرات التركية، لكن مع تحرير الأراضي الأذربيجانية تعززت العلاقات الأذربيجانية التركية، كما أن ذلك سمح بإنشاء خط باكو ناختشيفان التي تشترك مع تركيا بممر صغير جدا يتراوح طوله بين 8 إلى 17 كيلومتر على أبعد تقدير. هذا يعني أن تركيا أصبحت موصولة بريا بآسيا الوسطى من خلال ناختشيفان باكو وعبره باتجاه ما يعرف باسم الممر الأوسط الذي يربط أذربيجان بتركمانستان وصولا إلى الصين أو نزولا إلى باكستان عبر أفغانستان من دون الحاجة إلى إيران. إذا كانت الانتصارات تحسب بلغة الحرب فقط، فإن روسيا قد انتصرت في سوريا عندما نجحت في تثبيت نظام بشار الأسد على الأرض وأضعفت إلى غير رجعة المعارضة قوة عسكرية كانت منتشرة على امتداد الجغرافيا السورية، ولكن المعادلة السورية بكل حمولاتها الثقيلة على المستوى الإقليمي الدولي لا يمكن اختزالها بالمستوى العسكري وحده، على الرغم من أهميته الكبيرة في تغيير موازين القوى وفي قدرته على عدم تغيير المشهد السياسي في المنطقة، على اعتبار أن سقوط النظام كان سيؤدي بالضرورة إلى تغيير مهم في المشهد السياسي الإقليمي.
نستمع إلى مقال للكاتب حسين عبد العزيز تحت عنوان الانتصار الروسي الناقص في سوريا. نجحت روسيا في القضاء على المعارضة المسلحة على المستوى الاستراتيجي، ونجحت بإجراء اختراقات في الموقف الأمريكي كان من شأنها حدوث انزياحات سياسية في مواقف الإدارات الأمريكية لجهة الاعتدال في الطروحات السياسية تجاه الملف السوري الذي أصبح جزءاً من المعادلة الروسية وليس جزءاً من المعادلة الأمريكية بالمعنى الاستراتيجي، وإن بقي جزء منها على المستوى التكتيكي. ومع ذلك كله لم ينتقل الدور الروسي من القوة إلى الفعل على المستوى الاستراتيجي، أي على مستوى فرض الإرادة الاستراتيجية الروسية بالكامل وإنهاء الملف السوري نهائياً، كما فعلت في بعض البلدان المحيطة بها حدودياً في ظل الوجودين الأمريكي والتركي. اضطرت روسيا إلى التعامل مع الجغرافيا السورية ليس كجغرافيا واحدة وإنما كجغرافيات، فأثقلت ضرباتها في مناطق المعارضة بما فيها البنى التحتية للبلد، فشاركت بذلك في عملية التدمير إلى درجة يمكن القول فيها إن روسيا وحدها دمرت أكثر بكثير مما دمرت كل الدول الفاعلة في الملف السوري 5586 هجوماً. وعدم قدرة روسيا على استرداد الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا واستعادة الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة جعل الانتصار الروسي على المستوى العسكري يقف عند حدود منع إسقاط النظام ليس إلا. مرت 6 سنوات على التدخل العسكري الروسي، والمحصلة توسيع السيطرة الجغرافية للنظام السوري مع منعه من الوصول إلى المناطق ذات الأهمية الكبرى، فشل في اختراق العملية السياسية التي أصبحت من دون أي أفق، فشل في إنعاش اقتصاد النظام المنهار، فشل في دفع أطراف إقليمية ودولية إلى تغيير مواقفها السياسية، فشل في فتح ملف اللاجئين وإعادتهم إلى سوريا. إيكونوميست تتساءل هل يعود القذافيون لحكم ليبيا مرة أخرى؟ نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا أشارت فيه إلى عودة سيف الإسلام نجل معمر القذافي إلى السياسة وإمكانية ترشحه للانتخابات الليبية. وقالت المجلة إنه قبل 10 سنوات عندما واجه معمر القذافي نهاية مروعة بعد 42 عاما في السلطة لم يعتقد أحد أن فردا من عائلته قد ينتهي به المطاف حاكما لليبيا مرة أخرى. خلال الربيع العربي اجتاحت موجة من النشوة البلاد بعد زوال الدكتاتور، وتم القبض على أبنائه 7 أو قتلهم أو فرارهم إلى المنفى. وسيف الإسلام ثاني أكبر أبنائه سنا، قبضت عليه إحدى الميليشيات ووضعته في سجن، ووجهت إليه لائحة اتهام من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وحكم عليه بالإعدام من قبل النظام الليبي الجديد. ومع ذلك قد يتغير المزاج الوطني، حيث ينظر العديد من الليبيين إلى عهد القذافي على أنه وقت استقرار مهما كانت وحشية النظام ومهما كانت تصريحات الدكتاتور غريبة. وبعد عقد من الحرب الأهلية يبدو الآن أن سيف الأكثر قدرة من أبناء القذافي الذين لا يزالون على قيد الحياة قد يكون في طريقه للعودة إلى السياسة. ويشير الإفراج الأخير عن شقيق آخر الساعة لي من سجن العاصمة طرابلس إلى أنه من مناورة الفصائل في الفترة التي تسبق الانتخابات، ربما لم تعد عائلة القذافي منبوذة بعد أن كان مكروها باعتباره رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. وتم نقل الساعدي على الفور إلى تركيا الداعم الرئيس للحكومة في طرابلس، وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك تهمة بالقتل العمد. ليس الحكومة التركية الوحيدة التي قد تفكر في السماح لعائلة القذافي بالعودة إلى الساحة، ربما تفكر روسيا فيما إذا كانت ستستعيد علاقاتها القديمة معها، ربما تبحث الإمارات ومصر عن بديل لخليفة حفتر. يسود السلام في ليبيا نسبيا منذ توسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الأهلية قبل عام،
يمكن للليبيين السفر مرة أخرى بين نصفيها الشرقي والغربي، ومع ذلك لا أحد يراهن على إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل. قال خبراء إن عقاراً جديداً في صورة أقراص طورته شركة ميرك الأمريكية لصناعة الأدوية يمثل انفراجة في العلاج من فيروس كورونا، نظراً لقدرته على خفض احتمالات الوفاة أو ضرورة النقل إلى المستشفى إلى النصف بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة بكوفيد-19. وفي حال حصولها على الترخيص اللازم ستكون أقراص ميلنيو برايفير المصممة لزرع أخطاء في الشفرة الجينية للفيروس أول دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كوفيد-19 كما ذكرت وكالة رويترز. وتخطط ميرك وشركتها ريدج باك لمستحضرات العلاج الحيوية للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرع ما يمكن، وتقديم طلبات لهيئة تنظيم الدواء في مختلف أنحاء العالم. والآن إلى فقرة كاريكاتير. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.